يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة طبعا كالعادة هيكون عندنا أخبار عديدة بتخص النادي الأهلي وبالتحديد الفريق الأول لكرة القدم وكل الاستعدادات الخاصة به للمباراة المصيرية والمرتقبة إن شاء الله بإذن الله يوم الخميس القادم بعد بكرة، يعني مباراة الأهلي وبيراميدز. هذه المباراة الهامة جدا. النهاردة كمان أكيد هيكون عندنا حديث كتير جدا عن بعض الأمور والقضايا المحلية وكمان العالمية وكل ما يخص محترفينا في الخارج. لكن في البداية خلينا نتكلم عن استعدادات النادي الأهلي لمباراة بيراميدز. مباراة أكيد مهمة جدا جدا، جاية بعد الخروج الأفريقي، وهي كانت صفحة خلاص وانتهت تماما بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين ومجلس إدارة وكمان جمهور النادي الأهلي اللي متعود دايما إن هو بيبص لقدام، بيفكر في التحديات المقبلة، المنظومة بشكل كامل متعودة على كده داخل القلعة الحمراء. كمان الجمهور الأهلاوي اللي منتظر مباراة بيراميدز بشكل كبير جدا، خصوصا ان فريق بيراميدز من الفرق المميزة هذا الموسم في بطولة الدوري اللي قدروا ان هم يعملوا شكل ونتائج جيدة وبينافسوا في الحقيقة على بطولة الدوري العام هذا الموسم، بعد ما كانوا في البداية قريبين شوية في المنافسة، بعد كده بعدوا لفترة كبيرة وبعد كده دخلوا تاني في المنافسة، مع الاعتبار او وضع في الاعتبار ان بيراميدز لاعبين ماتشين زيادة عن الاهلي والزمالك اللي هم طبعا كمركز اول النادي الاهلي متصدر البطولة ونادي الزمالك المركز الثاني. فالعموما يعني منافسة قوية جدا، بالتالي من هنا مباراة الاهلي وبيراميدز مباراة بست نقاط مش بثلاث نقاط بس مجازا طبعا، لان مباراة الاهلي وبيراميدز لو انت كسبت هتعطلهم ثلاث نقط وهتزيد انت ثلاث نقط في جدول المسابقه، وتبقى خدت خطوه مهمه جدا في مشوارك في هذه البطوله الصعبه والمثيره هذا الموسم في ظل التنافس الكبير في ما بين الفرق في المباريات، وخصوصا كمان ان انت لسه عندك مباريات اكثر سخونه وقوه سواء مع المصري سواء مع الاسماعيلي، كلها مباريات مهمه، وكل ما تبقى في الحقيقه من مباريات في بطوله الدوري كلها مباريات لا تقل اهميه عن بعضها يعني. فمن هنا جاي التركيز الكبير بالنسبة لعيبة النادي الأهلي، بالنسبة للجهاز الفني، وأنا بكلمكم في هذه اللحظات الفريق بيخوض مران مهم جدا بيستعد من خلاله لهذه المباراة. قبل المران كان في محاضرة مهمة جدا جدا من مستر لاسارتي للاعبين، كان في اجتماع مع الجهاز المعاون في البداية وأيضا المحاضرة الخاصة باللاعبين، المحاضرة الخاصة باللاعبين وهي ضرورة أو كانت بتكمن في ضرورة التركيز في هذه المباراة وضرورة الفوز بيها، وكمان مهم قوي قوي ان النادي الاهلي يظهر باداء جيد، وخصوصا ان احنا عارفين ان النادي الاهلي او شفنا النادي الاهلي من خلال متابعتنا كلنا كان ماشي بشكل جيد جدا حتى مباراة سان داونز مباراة الذهاب، ده الدروب اللي حصل يعني بالنسبة للنادي الاهلي، لكن مهم قوي ان انت ترجع بسرعة. رجعت من خلال مباراة المقصة كسبت 2-1، رجعت كمان نسبيا من خلال مباراة سان داونز مباراة الاياب وكسبت 1-0، مهم جدا ان انت تواصل الانطلاقه اللي بدات بالتحديد مع نهايه مباراه سان داونز. لو انطلاقه استمرت من خلال فوز غالي جدا على فريق بيراميدز تبقى خدت خطوه هامه قوي 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 في مشوارك في بطوله الدوري العام، وده اللي احنا بنتمناه بكل تاكيد بالنسبه للنادي الاهلي. لكن كمان من ضمن استعدادات الجهاز الفني ومستر لاسارتي لمباراه بيراميدز هو إمكانية تعديل في تشكيل النادي الأهلي، إمكانية الدفع بعض العناصر منذ البداية، وخصوصا أن هم كانوا بعيد عن الصورة نسبيا بسبب القائمة الأفريقية وأن هي كانت محددة بعدد معين من اللاعبين وأسماء معينة من اللاعبين المتاحين بالنسبة للنادي الأهلي أو قائمة النادي الأهلي بشكل عام هذا الموسم. فبالتالي دخل في الصورة صلاح جمعة، دخل في الصورة جيرالدو، دخل أحمد الشيخ، دخل بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا في خطط وحسابات مستر لاسارتي خلال المرحلة الهامة المقبلة. الأمور كلها ماشية بشكل جيد، المران النهاردة مستمر طبعا لحد كمان نص ساعة أو ساعة بالكتير، لأنه هو ابتدى بالضبط في تمام الساعة الرابعة عصرا على استاد مختار التتش بالجزيرة، وبكرة هيكون المران الأخير للفريق أيضا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، بعديه مباشرة المران هيكون عصرا، بعديه مباشرة الفريق هيتحرك لإحدى الفنادق القريبة من ملعب المباراة لإقامة معسكر ليلة المباراة وهو الملعب الخاص بمباراة الأهلي وبيراميدز واستاد بترو سبورت. فبالتالي مباراة مهمة وقوية جدا تنتظر النادي الأهلي
في يوم الخميس القادم بعد بكرة في تمام الساعة 8 مساء. إن شاء الله كل الدعوات والتوفيق للنادي الأهلي سواء لاعبين أو جهاز فني، وكمان الأهم جدا الجمهور. ودي النقطة بقى التانية اللي عايزين نتكلم فيها مع بداية حلقة النهاردة، وخصوصا أن خلاص تم السماح بحضور 5000 مشجع لمباراة الأهلي وبيراميدز. 3000 بالتحديد من الخمسة هيكونوا جمهور النادي الأهلي، و1500 دي دعوات خاصة باتحاد الكرة، و500 أو 500 دعوة دي خاصة بفريق بيراميدز. فبالتالي تواجد جمهور النادي الأهلي في هذه المباراة هيكون مهم جدا، وخصوصا إن احنا شفنا مدى تأثير جمهور النادي الأهلي على لاعبي الفريق في مباراة صن داونز. وفي الحقيقة جمهور كان عظيم جدا، أو ما زال عظيم وهيفضل عظيم طبعا بصراحة، يعني جمهور النادي الأهلي ومؤازرته للفريق على مدار التسعين دقيقة حتى بعد المباراة والهتافات بالنسبة للاعبي النادي الأهلي، هو ده جمهور الفريق. فبالتالي دورهم هيكون مهم جدا في المساندة والمؤازرة على مدار أيضا التسعين دقيقة القادمة في مباراة بيراميدز، وخصوصا زي ما احنا عارفين وقلنا إن هي مباراة هامة جدا. بالتالي هيبقى مكسب بالنسبة للنادي الأهلي حضور جمهوره في هذه المباراة. بإذن الله اللاعبين يستغلوا هذه الجزئية في حصد 3 نقاط جديدة ومهمة. جمهور النادي الأهلي كالعادة ودينا شايفين لقطات جمهور لا غنى عنه بالنسبة للاعبين. إن شاء الله نتمنى تكون بطولة الأمم الأفريقية في مصر بداية لعودة الجمهور بشكل طبيعي دون عدد محدد. نفسي الاستادات كلها تبقى مفتوحة بالكامل، الساعة بتاعت الاستادات والملاعب كلها تبقى متاحة بالنسبة للجماهير. نفسنا نرجع للعصر اللي كان مليان زي ما احنا شايفين كده جمهور الفرق كلها بشكل عام. مش عايز اتكلم عن جمهور النادي الاهلي بس، طبعا جمهور النادي الاهلي ليه حالة خاصة وطابع خاص ومساندة خاصة للاعبي فريقه، لكن دايما الجماهير بشكل عام لما بتحضر المباريات في بطولة الدوري اكيد بتطفي متعة واثارة على هذه المباريات بشكل كبير جدا. فبالتالي عودة الجمهور خلال المرحلة الجاية هيكون مهم، وخصوصا ان في اتجاه لإعادة الجمهور بداية من المباريات الودية للمنتخب المصري التي تسبق بطولة الأمم الأفريقية. هيكون في ماتشين وديين بالنسبة للمنتخب، فبنسبة كبيرة هيكون أعداد كبيرة جدا هتحضر المباريتين دول من الجماهير قد تصل ل50,000 مشجع. فعموما مهمة قوي ان شاء الله بإذن الله مؤازرة الجماهير من ملعب بيترو سبورت بكرة، حتى لو كانوا 3000 مشجع بس، عدد قليل لكن دايما حتى لو العدد قليل بيبقى جمهور النادي الاهلي ليه مفعول السحر في الخروج بالنتيجه المناسبه والملائمه بالنسبه للنادي الاهلي لمباراه بيراميدز. اكيد نتمنى كل التوفيق. بمناسبه هذه المباراه طبعا احنا عارفين النادي الاهلي طلب حكام اجانب لمباراه بيراميدز، وطلب ان الحكام يكونوا من التصنيف الاول. فبالتالي مهم جدا ان انت لما تجيب حكم في هذه المباراه يكون حكم معروف ان هو حكم مصنف في التصنيف الاول في اوروبا، ولازم يكون حكم باسم جيد وتاريخ جيد. مش عايزين الاسماء اللي احنا من اول مره بنسمع عنها بتيجي، زي مثلا الحكم اللي جه مباراه الاهلي والزمالك الحكم الروماني. طبعا يعني دي اللقطه الشهيره لوليد ازارو في الدور الاول مباراه الانتاج الحربي، ضربه الجزاء التي لم تحتسب للنادي الاهلي، وبسبب هذه اللقطه النادي الاهلي خسر نقطتين في مشواره في بطوله الدوري. الغريب في الامر ان اللقطه دي كانت قدام الراجل اللي هو بيتحرك قدامنا ده، وقدام الحكم ابراهيم نور الدين اللي بصراحه السنه دي عنده مشاكل كتير جدا جدا جدا. ف ده هيجرنا ان احنا نتكلم عن التحكيم بشكل عام، يعني بخلاف بقى مباراه الاهلي وبيراميدز وضروره استخدام حكام اجانب على مستوى عالي والكلام ده. لكن عايزين نعرف يا جماعه، وهنا السؤال اللي احنا عايزين نوجهه لاتحاد الكره المصري ولجنه الحكام بالتحديد، ما هي الخطوات التي تم اتخاذها لتفادي المستوى السيء للحكام بدايه من الموسم القادم؟ كان في كلام كتير مع بدايه الموسم ده ان الدور الثاني هيبقى بالفار وفي محاولات ومش عارف ايه وكلام، مفيش الدور الثالث ده ومفيش فار، وكان كده كده صعب اصلا ان هم يجيبوا فار بدايه من الدور الثاني، احنا مش عايزينه من الدور الثاني. بداية بقى بالموسم اللي جاي، زي ما لجنة الحكام في اتحاد الكرة أعلنت، اتحاد الكرة نفسه أعلن إن السنة الجاية إن شاء الله هيكون في فار وهيكون في تطوير لمستوى التحكيم في مصر. إيه بقى الخطوات اللي اتخذت لحد دلوقتي عشان التحكيم يتطور؟ أنا عن نفسي ما وصليش أي معلومة، أو الناس كلها ما وصلهمش أي معلومة بخصوص هذه التطورات أو الخطوات اللي ممكن تطور التحكيم المصري، خصوصًا إن إحنا بنشوف عدد كبير جدًا دلوقتي في الدوري المصري
عدد كبير جدا من المباريات بحكام اجانب، واكتر موسم جه فيه حكام اجانب. بيراميدز زعلان مش عايز حكام مصريين فبيجيب اجانب، الزمالك مؤخرا كمان زعلان مش عايز حكام مصريين فبيجيب اجانب، الاهلي في مبارياته الكبيره سواء مع الزمالك ده طبيعي كده كده لازم يبقى فيه حكم اجانب، لكن مع بيراميدز والمصري والاسماعيلي ايضا هيبقى فيه حكام اجانب، ودي نفس طلبات ايضا الانديه الاخرى. فبالتالي مهم جدا ان اتحاد الكره يتحرك من دلوقتي، ان لم يكن تحرك بالفعل في اتجاه تطوير التحكيم المصري عشان نشوف اداء يكون افضل من كده بكتير جدا بالنسبه للحكام في الموسم الجديد اللي بننتظر ان هو يكون موسم مميز من ناحية التنظيمية ومن ناحية المباريات والملاعب وكل شيء. بالمناسبة النهاردة قرار لجنة المسابقات ببعض التعديلات على مباريات جدول أو جدول مباريات الدوري العام، خليني أقول لكم أبرز التعديلات دي واللي يهمنا أكتر طبعا مباراة الأهلي والمصري. احنا عارفين الأهلي عنده مباراة بيراميدز إن شاء الله بعد بكرة، المباراة اللي بعديها على طول هتكون أمام فريق المصري البورسعيدي. المباراة كان مقرر ليها يوم 22 من الشهر الجاري، تم تأجيلها ليوم 25/4/2019، ده ميعاد المباراة الجديدة، وده خصوصا ان يعني الامن رفض ان يكون في اي مباراة تتلعب في الدوري العام في ظل التعديلات الدستورية والتصويت على هذه التعديلات اللي هيكون يوم 20 او 21 او 22. فبالتالي تم تأجيل المباراة بدل من ان هي كانت يوم 22 بقت يوم 25، مباراة الأهلي والمصري، وهتكون في تمام الساعة 8 مساء على استاد الجيش بالسويس، والمباريات دي بالمناسبة بتبقى من غير جمهور، يعني المباريات الجماهيرية بشكل عام من غير جمهور، يعني أهلي وزمالك، أهلي ومصري، أهلي وإسماعيلي، دول من غير جمهور، خصوصا الأندية دي كلها عندهم شعبية وعندهم جماهيرية، فده قرار وطبقا للائحة الخاصة باتحاد الكرة مع بداية الموسم في الاجتماع مع الأندية. كمان من ضمن التعديلات مباراة بيراميدز والزمالك هتكون يوم 23/4 بدل من يوم 22/4، يعني تم تقديمها يوم واحد، ودي هتكون على استاد الدفاع الجوي ملعب بيراميدز في تمام الساعة 8 مساء. كمان مباراة وادي دجلة والإسماعيلي هتكون يوم 25/4 بدل من يوم 22/4/2019، وهتكون في استاد بيتروسبورت الساعة 5. كلها تعديلات طارئة ومهمة جدا بسبب طبعا التعديلات الدستورية والانتخابات أو الاستفتاء اللي هيحصل والتصويت الخاص بالشعب المصري في هذه التعديلات، فالأمن أكيد هيكون الموضوع صعب جدا إن هو يأمن أكثر من حدث هام جدا جدا في نفس الأيام، رغم إن الأمن جاهز يعني لتأمين كل هذه الأمور. طيب خلينا نروح سريعا نبتدي حلقه النهارده ونشوف اهم العناوين الخاصه بكلام في الميديا النهارده. الاهلي واصل تدريباته استعدادا لمواجهه بيراميدز. الفريق الاول يدخل معسكرا مغلقا غدا لزياده التركيز. الأهلي يطلب طاقم تحكيم أوروبي لمباراة بيراميدز. تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري. لجنة المسابقات تقرر تغريم سيد عبد الحفيظ. المنتخب يبدأ معسكره لأمم إفريقيا 6 يونيو. أوباميانج هدف صلاح في تشيلسي لا يمكن تصديقه. طيب دي ابرز العناوين الخاصه بحلقه كلام في الميديا النهارده. خليني اقول لكم في الجزء الثاني من حلقه اليوم هيكون منورنا ومشرفنا الناقد الكبير استاذ محسن لملوم، علشان نتكلم في العديد من الامور والقضايا الهامه جدا على الساحه الرياضيه المصريه، وبالتحديد هنتكلم عن مباراه الاهلي وبيراميدز ان شاء الله بعد غد. هذه المباراه الهامه جدا والمرتقبه بكل تاكيد. خلينا نروح نشوف ايه اللي اتكتب على النادي الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا.
الأهرام. الأهلي يطلب طاقم تحكيم أوروبياً تصنيف أول لمباراته أمام بيراميدز. 3000 مشجع يدعمون الفريق وجيرالدو يقود الجبهة اليمنى. الأخبار. ثورة غضب لاسارتي في الأهلي. الفريق يحاول غسل أحزانه قبل مواجهة بيراميدز. الجمهورية. الأهلي يتفرغ لبيراميدز، معسكر مبكر وتعديلات في التشكيل. المسا. استعدادا لمواجهة بيراميدز، ممنوع الاقتراب أو التصوير لتدريبات الأهلي. مران استشفائي للأساسيين، ظهور مؤمن والشيخ وهشام في التتش. الأخبار المسائي. بيراميدز يخطف تركيز الأهلي، الخطيب يرفض التدخل في قطاع الكرة قبل نهاية جولات الحسم. الوطن. لاسارتي يهدد المقصرين بالاستبعاد حتى نهاية الموسم. الأهلي يرفض شكوى جسامة مطالب باستخدام حكم تصنيف أول لموقعة بيراميدز وجراحة غضروف تنتظر نزل. اليوم السابع. الأهلي يخمد أزمات فريق الكرة قبل 48 ساعة من مواجهة بيراميدز. الأحمر يواصل استعداداته ولاسارتي يعد صالح جمعة بالمشاركة في المباريات. الشروق. الأهلي يواجه بيراميدز على ملعب تيترو سبورت بحضور 5000 متفرج. طيب كلام كتير وأخبار كتيرة اتكتبت على النادي الأهلي في صحافة اليوم. خلينا نبتدي بالتحديد بالأهرام واللي بتتكلم على أن الأهلي طلب حكام أجانب تصنيف أول في مباراة بيراميدز، وده اللي اتكلمنا فيه مع بداية الحلقة. وكمان اتكلموا على أن 3000 مشجع هم اللي هيكونوا الأهلوية الموجودين يعني في الملعب، والباقي زي ما قلت حضراتكم مقسمين على اتحاد الكرة 1500 و500 دعوة لنادي بيراميدز. لكن هم هنا تطرقوا كمان للتشكيل من خلال ان هم قالوا ان جيرالدو هيقود الجبهه اليمنى. كلها احتمالات وارده ومنطقيه وممكن تحصل بالنسبه للنادي الاهلي خلال هذه المباراه، خصوصا ان انت زي ما قلت لحضراتكم على البدايه ان القائمه كلها اصبحت متاحه بالنسبه لمستر لاسارتي. ما بقاش عنده الحسابات اللي انا لا ممكن هنا العب فلان مثلا عشان اريحه عشان ماتش الافريقي او حاجه، لا خلاص احنا خرجنا من افريقيا. فبالتالي كل اللاعبين في حسابات مستر لاسارتي بشكل كبير جدا اكبر مما سبق يعني. فبالتالي موضوع التشكيل ده هيحسم اكيد او ممكن يكون حسم من خلال مستر لاسارتي وجهازه المعاون، وممكن يكونوا استقروا بنسبه كبيره على التشكيل. لكن الاهم ان اي حد هيلعب هذه المباراه احنا كلنا واثقين فيه ثقه كبيره جدا، وجمهور النادي الاهلي هيكون مؤازر ليه بشكل كبير. المهم جدا 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 ان مستر لاسارتي يكون جاهز لهذه المباراة بشكل فني وتكتيكي، وقبل كل ده كمان نفسيا، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين يكونوا جاهزين نفسيا وذهنيا لمباراة بيراميدز، وإن شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الأهلي. نروح للأخبار واللي بتتكلم إن في ثورة غضب من مستر لاسارتي في الأهلي، وإن الفريق بيحاول غسل أحزانه قبل موقعة أو مواجهة بيراميدز. لكن في الحقيقة ممكن يكون في غضب، ده طبيعي وشيء بديهي جدا من مستر لاسارتي في اتجاه اللاعبين. ممكن يكون من وجهه نظره شايف ان في بعض اللاعبين قصروا شويه، في بعض اللاعبين ما ادوش اللي هو كان متوقعه منهم، كان متوقع منهم اكتر من كده. فدي حاجه تخص الجهاز الفني او تخص الراجل نفسه مستر لاسارتي في علاقته وتواصله مع اللاعبين وتحفيزهم ولومهم على بعض الاخطاء. دي حاجات طبيعيه جدا جدا من جهاز فني او من مدير فني تجاه اللاعبين. لكن هما كمان بيقولوا ان الفريق بيحاول ان هو ينسى احزانه من خلال مباراة بيراميدز. واللي عايزين ناكد عليه هنا ان الاهلي دايما دايما لما بيخلص مباراه سواء كسبها او خسرها، او بيخلص بطوله سواء كسبها او خسرها، دايما بيفكر في اللي جاي.
لان انت لو ما عملتش كده هتخسر اللي جاي كمان، فده شيء طبيعي جدا جدا من النادي الاهلي بشكل كامل وبالنسبه للاعبين والجهاز الفني ان هم بيقووا اي صفحه سواء كانت حلوه او مره ويركزوا في اللي جاي. فخلاص النادي الاهلي نسي موضوع صن داونز ونسي بطوله البطوله الافريقيه ومركز بشكل كبير جدا على مباراه بيراميدز، وده اللي بتتكلم فيه جريده الجمهوريه كمان، واللي بتقول ان الاهلي بيتفرغ لبيراميدز من خلال معسكر مبكر وتعديلات التشكيل. المعسكر المبكر هم قصدهم ان الاهلي المران مغلق امام الاعلاميين والصحفيين اللي ممكن يكونوا بيتابعوا تدريبات النادي الاهلي اليوميه، ده بدايه من اليوم النهارده تم اغلاق المران، لكن المعسكر هيبتدي من بكره قبل المباراه ب 24 ساعه زي اي مباراه اخرى. حته ان في تعديلات في التشكيل وارد، زي ما اتكلمنا في الجزئيه دي ان يكون في تعديلات في التشكيل، وارد جدا ان صالح جمعه يبتدي المباراه، وارد جدا ان جيرالدو ممكن يبتدي المباراه، كلها امور حسب رؤيه مستر لاسارتي الفنيه لمباراه بيراميدز. هذه المباراه المصيريه والهامه جدا بكل تاكيد بالنسبه للنادي الاهلي. المسا كمان بتتكلم على استعدادات الاهلي لمواجهه بيراميدز، وبتقول ان ممنوع الاقتراب او التصوير لتدريبات الاهلي، وده اللي قلنا حضراتكم عليه، وكمان بتقول ان مران استشفائي للاساسيين وتتطرق للمصابين وعودتهم، بالتحديد احمد الشيخ وهشام محمد موجودين وبيتمرنوا بشكل طبيعي، ده من امبارح بالظبط دخلوا التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي، لكن اعتقد ان هيكون صعب ان هم يكونوا متاحين لمستر لاسارتي في المباراه، خصوصا ان هم لسه راجعين من الاصابه، فالموضوع هيكون صعب بالنسبه لهم، لكن اكيد عودتهم للتدريبات الجماعيه هتكون خطوه بالنسبه لهم مهمه جدا عشان هم يرجعوا للمباريات الرسميه بشكل تدريجي، وخصوصا ان هم اثنين لاعبين مميزين جدا. اما مؤمن زكريا احنا عارفين ان مؤمن كده كده الاهلي كان وداه اعاره الاحد السعودي، وبعدين امور مختلفه تم فسخ التعاقد مع احد السعودي، فبالتالي رجع النادي الاهلي. كان في بعض الخيارات امام مؤمن ان هو يروح بولندا بالتحديد، وخصوصا ان القيد هناك متاح بالنسبه لهم، لكن مؤمن في النهايه قرر ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي حتى الفتره دي، مش هيلعب كده كده لانه طبعا مش مقيد، واللوائح تمنع قيده من جديد، فبالتالي هيستعد بكل قوه خلال المرحله اللي هو مش هيشارك فيها في اي مباريات، هيستعد بدنيا بشكل قوي جدا عشان يكون متاح مع النادي الاهلي مع بداية فترة القيد الجديدة إن شاء الله الصيفية بالتحديد يعني. فبالتالي مؤمن موجود في النادي بيعمل بعض التدريبات المهمة بالنسبة له التأهيلية اللي هتخليه إن شاء الله يكون جاهز ولائق خلال المراحل البعيدة المقبلة. الأخبار المسائي بيتكلم على مباراة الأهلي وبيراميدز، هو الحديث فعلا هيكون عن هذه المباراة بشكل كبير جدا، خصوصا إن هي مباراة قوية، وإحنا عارفين مباراة الدور الأول انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 2-1. ومباراة الشوط الأول فيها كان النادي الأهلي ماشي بشكل جيد جدا، الشوط الثاني تفوق فريق بيراميدز، فهي مباراة مهمة جدا بالنسبة للفريق، فبالتالي هي يعني جذبة أنظار كل المتابعين وكل الصحفيين والإعلاميين والمواقع والجرائد بكل تأكيد، لأن هنشوف مباراة فنية بمستوى عالي، عندك إمكانيات هنا تقيلة جدا وعندك إمكانيات هنا تقيلة جدا، فمن المنتظر إن احنا نشوف مباراة قوية قوية جدا بإذن الله. حتى لو ملعب بتروسبورت مش قوي يعني بصراحه، لكن ان شاء الله هنشوف مباراه كويسه. المباريات دي مباريات الاهلي والزمالك والاهلي وبيراميدز والاهلي والاسماعيلي، المباريات دي لو بتتلعب على ملاعب كويسه جدا هنشوف والله حاجات حلوه يعني، هنشوف مباريات قويه جدا فنيا يعني. يلا يا مسهل ان شاء الله الموسم الجديد استغلالا لبطوله الامم الافريقيه يكون الملاعب كلها جاهزه للمباريات الكبيره بهذا الحجم. الوطن بتتكلم على ان لاسارتي يهدد المقصرين بالاستبعاد حتى نهايه الموسم، وان الاهلي بيرفض شكوى جسامه. الموضوع ده فيه لغط كبير جدا بخصوص جسامه، هذا الحكم المستفز والسيء جدا جدا من اسوء الحكام، هو المفروض ان هو مصنف في افريقيا يعني ان هو حكم كويس، لكن اللي احنا بنشوفه بصراحه حكم سيء جدا. لكن المهم مطالب باستخدام حكم تصنيف اول لموقع بيراميدز، وده ضروري جدا واتكلمنا فيه وتطرقنا ليه بشكل مهم، لكن الجزئيه الاهم وهي محاذير لاسارتي للاعبين بضروره التركيز الفتره اللي جايه، وهدد ده على حسب طبعا الوطن بتقوله يعني، هدد المقصرين ان هم هيكونوا بعيد عن الصوره،
وده شيء بديهي يعني، اي لعيب هيكون مقصر او اي لعيب هيكون مش مركز بالشكل المطلوب خلال المرحله الحاسمه اللي جايه اكيد هيتم استبعاده، خصوصا ان انت ما قدامكش غير دوري وكاس، لازم تكسب الدوري باذن الله ولازم تكسب الكاس، والدوري السنه دي لو كسبته هيبقى دوري بطعم تاني خالص. يعني انت شفت طبعا بدايه الموسم والكلام الكتير من بعض المسؤولين الكبار هنا وهنا، والكلام كتير من الناس اللي قالوا لك الاهلي بره المنافسه، الاهلي في المنطقه الدافئه، الاهلي مش عارف كلام من ده يعني. فانت مهم قوي 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 ان انت تكسب البطوله السنه دي عشان ترد على ناس كتير جدا جدا يعني، والاهلي مش محتاج بصراحه ان هو يرد لان هو مليء بالعديد والعديد 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 من البطولات يعني المختلفه سواء المحليه او القاريه او غيرها يعني. فمهم جدا ان شاء الله باذن الله اللاعبين يكونوا مركزين خلال المرحله اللي جايه دي عشان هي مرحله حاسمه، وبالتحديد شهر 4 ده شهر حاسم جدا 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 بالنسبه للفريق في اطار المنافسه على بطوله الدوري. اليوم السابع بتقول ان الاهلي يخمد ازمات فريق الكره قبل 48 ساعه. مفيش يا جماعه ازمات ولا حاجه، هو الموضوع كله ان انت ممكن تكون مصدوم شويه ان الاهلي خرج من بطوله دوري ابطال افريقيا، وخصوصا ان انت عندك او كان عندك امال كبيره جدا انك تفوز باللقب هذا الموسم بعد غياب يعني، لكن الموضوع ما فيهوش اي ازمات، قلنا خلاص صفحه وخلصت، صفحه وعدت وهتركز في اللي جاي، فمش عايزين نكبر الامور يعني. هي طبعا ازمه بالنسبه لنا كجماهير وكنادي ان انت تخرج من بطوله دوري ابطال افريقيا، هي ازمه، لكن الميزه في الاهلي دايما انك بتعدي الازمه من تاني يوم على طول. بتزعل يومين بالكثير قوي، بس بتبص بقى للي جاي لك ايه، بتبص للتحدي اللي جاي، وخصوصا بطوله الدوري زي ما قلت لحضراتكم مهمه جدا السنه دي، فالموضوع ما فيهوش ازمات ولا حاجه، مش عايزين احنا اللي نصدر الازمات للقطاع الكره بشكل عام في النادي الاهلي، بالعكس احنا عايزين نساندهم ونساعدهم فيما تبقى من مباريات وبطولات هذا الموسم، كل التوفيق باذن الله باذن الله للنادي الاهلي. كمان من ضمن العنوان الخاص باليوم السابع ان الفريق بيوصل استعداداته لمباراه بيراميدز، ولاسارتي بيوعد صالح جمعه بالمشاركه في المباريات، هو مش لسه هيوعد الراجل، هو صالح جمعه اوريدي يعني بيشارك في المباريات بقاله ماتشين يعني، لعب ماتش جزء من ماتش الزمالك ولعب ماتش المقصه من بدايه المباراه وخرج في الشوط الثاني، وفي الحقيقه ادى بشكل جيد وشكل مبشر جدا لاداء هيكون افضل كمان من كده بالنسبه لصالح جمعه، عنصر هام جدا والواضح عليه خلال الفتره اللي فاتت بشكل كبير قوي مدى الالتزام مدى الجديه، جسمه كمان خاسس جدا جدا يعني، فلو لعيب زي ده في قمه مستواه اكيد النادي الاهلي هيستفاد منه اكبر استفاده، ومش الاهلي بس، اكيد منتخب مصر كمان، لان احنا كمان المكان ده في مصر ما فيش اللعيب اللي هو يغير مباريات زي لعيب بامكانيات صالح جمعه لاعب النادي الاهلي، فان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. وصالح بالمناسبه يعني تحت امر الجهاز الفني، سواء هيبدا اساسي هيبدا احتياطي، كلها رؤيه فنيه خاصه بالجهاز الفني بقياده لاسارتي. طيب يعني دي ابرز واهم العناوين اللي اتكتبت على النادي الاهلي في الصحف، ايه بقى اللي اتكتب في المواقع؟ خلينا نروح نشوف. الموقع الرسمي للاهلي: الاهلي يدخل غدا معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهه بيراميدز. بوابه اخبار اليوم: مفاجاه الجمهور الاهلي قبل مباراه بيراميدز. بوابه الاهرام: محمد هاني يخضع للفحص الطبي على هامش مران اليوم. فيتو: لاسارتي يدرس خوض لقاء بيراميدز بتشكيل سان داونز وصالح في الصوره. الوفد: الاهلي يتمسك بحضور الجماهير امام بيراميدز ويطلب حكما عالميا. الشروق: اتحاد الكره يعلن المواعيد الجديده لمباراتي الاهلي مع المصري والزمالك ضد بيراميدز. الاهلي دوت كوم: نيدفيد يطير الى المانيا خلال 48 ساعه لاجراء جراحه الغضروف.
الوطن سبورت، حمدي فتحي بديلا لعاشور امام بيراميدز بسبب الركبه. طيب نبتدي من بوابه الاهرام واللي بتتكلم عن محمد هاني وان هو عنده فحص طبي، ومحمد هاني يمكن عنده شويه بعض الالام العضليه اللي مخلته ما يشاركش في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي. كده كده محمد هاني موقوف بالمناسبه عن مباراه بيراميدز، مش متاح للجهاز الفني، فبالتالي النسب او فرص احمد فتحي كبيره جدا، ولعيب اكيد هام جدا احمد فتحي ان هو يكون مكان محمد هاني كباك رايت في هذه المباراه. فبالتالي هاني عنده آلام، بعض الآلام العضلية من خلالها أو من خلال فحص طبي على هامش مران اليوم هيتم تحديد مدى إمكانية عودة محمد هاني التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. وهاني في الحقيقة عمل موسم حتى الآن أكثر من رائع مع النادي الأهلي، وبيأدي بشكل جيد جدا سواء كان في بطولة الدوري أو حتى كان في بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل الخروج. فمهم قوي تواجد محمد هاني وجاهزيته يعني خلال الفترة والمرحلة اللي جاية. فيتو بتقول ان لاسارتي بيدرس ان هو يلعب مباراه بيراميدز بنفس التشكيل اللي لعب بيه مباراه سان داونز، مباراه الاياب بالتحديد، وان صلاح جمعه في الصوره، والناس بعض الناس بيتطرقوا بيتوقعوا التشكيل، وده شيء عادي يعني. واكيد في حسابات معينه في فكر مستر مارتن لاسارتي بخصوص مباراه بيراميدز، اكيد اكيد يعني اكيد خلال هذه المباراه او قبل هذه المباراه درس فريق بيراميدز بشكل كبير قوي، وبناء على هذه الدراسة هيتم الاستقرار على التشكيل اللي ممكن يلعب بهذه المباراة. فبالتالي أكيد الأمور كلها متروكة للجهاز الفني، والمستر لاسارتي هما الأدرى بالأنسب والأصلح للنادي الأهلي من حيث التشكيل في مباراة بيراميدز، عشان إن شاء الله بإذن الله يجيبوا لنا الثلاث نقط، وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يواصل الصدارة في بطولة الدوري العام. الوفد بتقول ان الاهلي متمسك بحضور الجماهير امام بيراميدز ويطلب حكما عالميا. موضوع الحكم العالمي خلاص احنا اتكلمنا فيه، لكن حته الجمهور ده طبيعي ان انت تتمسك ان يكون جمهورك حاضر في هذه المباراه. العنوان ده جاي منين او الكلمتين دول جم منين؟ ان الفتره اللي فاتت الناس قالت او توقعت ان مباراه بيراميدز صعب يحضر فيها جمهور على غرار المباراه الاولى ما بينهم في الدور الاول، لكن النادي الاهلي بيتمسك بحقه في حضور الجمهور ليه؟ ده طبقا للوائح الخاصه بالاتحاد المصري لكره القدم اللي تم اتفاق عليها قبل هذا الموسم، بان المباريات الجماهيريه والشعبيه هتكون من غير جمهور، لكن فيما عدا ذلك ممكن يحضر نسبه معينه يحددها الامن من الجمهور، ده طبقا للوائح وطبقا للقوانين اللي وضعها اتحاد الكره المصري قبل انطلاق هذا الموسم. بالتالي هل بيراميدز نادي عنده شعبيه او جماهيريه؟ لا طبعا ما عندوش اي شعبيه ولا جماهيريه خالص يعني، ولا تاريخ ولا اي حاجه، لكن فريق كبير وفريق محترم عنده امكانيات كبيره سواء جهاز فني او لاعبين. فمن هنا النادي الاهلي تمسك بحضور جمهوره لانه مش بيقابل نادي عنده جماهيريه كبيره على غرار مثلا نادي الزمالك عنده جماهيريه كبيره، المصري الاسماعيلي كمان اللي عنده جماهيريه كبيره، فبالتالي ده حق النادي الاهلي طبقا للوائح. وبالتالي جمهور النادي الاهلي ان شاء الله هيكون متواجد بنسبه او يعني 3000 بالظبط مشجع هيكونوا متواجدين في هذه المباراه من جمهور النادي الاهلي بس يعني. الشروق اتكلمت على اعلان اتحاد الكره للمواعيد الجديده الخاصه ببطوله الدوري اللي احنا تطرقنا ليها مع بدايه الحلقه النهارده، وده بسبب التعديلات الدستوريه فتم ترحيل بعض المباريات، وقلنا ابرزهم طبعا الاهلي والمصري هتكون يوم الخميس 24، والزمالك وبيراميدز هتكون يوم 23 من هذا الشهر. فأكيد مباريات كلها مهمة وحاسمة ومصيرية في مشوار بطولة الدوري سواء للأهلي أو للزمالك أو لبيراميدز. إن شاء الله نتمنى الأمور تسير بالشكل المميز واللي بيتمناه كل عشاق النادي الأهلي أكيد في كل مكان. الأهلي دوت كوم، موقع الأهلي دوت كوم، اتكلم على كريم نيدفيد وإن هو في طريقه لألمانيا عشان يعمل جراحة الغضروف خلال 48 ساعة. كريم نيدفيد بصراحة من العناصر المميزة جدا والأهلي هيفتقدها خلال الفترة اللي جاية، اتصاب في مباراة المقصة اللي فاتت في بطولة الدوري، بالتالي الإصابة كانت قطع في الغضروف. النادي الأهلي أو كريم نيدفيد أو الجهاز الطبي بالتحديد أمام خيارين بخصوص إصابة كريم نيدفيد. الخيار الأول
هو إزالة الجزء المقطوع من الغضروف، إن هو يتشال خالص. ولو اتعمل الخيار الأول ده تقريبا نسبة هياخد من شهر لشهر ونص بالكتير ويعود للملاعب بشكل طبيعي. الخيار الثاني خاص بخياطة الجزء المقطوع من الغضروف، وده هياخد وقت قد إيه؟ هياخد من حوالي شهرين ونص لثلاث شهور عشان يرجع كريم نجفد للمباريات والتدريبات مع النادي الأهلي. هما حلين قدام النادي الأهلي أو قدام الجهاز الطبي هيتم الاستقرار على حل الأنسب لكريم نجفد عشان إن شاء الله بإذن الله يكون لائق طبيا بنسبة 100% كالعادة عشان يشارك في المباريات. الوطن سبورت بتقول إن حمدي فتحي هيكون بديل حسام عاشور في مباراة بيراميدز بسبب الركبة. حسام عاشور ممكن يكون عنده كدمة أو حاجة بسيطة جدا في الركبة، لكن لحد دلوقتي مفيش خبر رسمي بغياب حسام عاشور عن هذه المباراة. فبالتالي حمدي فتحي ايضا من ضمن اللاعبين المميزين جدا جدا اللي شفناهم مع النادي الاهلي خلال الدقائق والمباريات اللي لعبهم. فايا كان مين اللي هيكون موجود ان شاء الله باذن الله هيكون مهم ومؤثر في مشوار النادي الاهلي في مباراه بيراميدز بالتحديد، ومهم جدا جدا خلال الفتره اللي جايه اكبر كم ممكن من اللاعبين يكونوا جاهزين من جميع النواحي، سواء طبيا ما عندهمش اصابات يعني، او ذهنيا او بدنيا او فنيا. ده شيء مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. طيب احنا كده اتكلمنا على كل الاخبار اللي بتتكلم عن النادي الاهلي سواء في صحف النهارده او كمان في المواقع. خلينا نروح نشوف بقى ايه اهم وابرز الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. يلا بينا. يلا كوره. المسابقات تغرم عبد الحفيظ وعوده، وتهديد المصري يكلفه 50,000 جنيه. البوابة سبورت، طوارئ في الجبلية استعدادا لكان 2019. بوابة الفجر، عامر حسين، فرق المجموعة في أمم إفريقيا مبهورين باستاد الأسكندرية. بوابة المصري اليوم، رئيس استاد القاهرة، ملعبنا سيضاهي نظرائه بأوروبا قبل انطلاق أمم إفريقيا، يا رب نتمنى. يلا كورة. لهيطة ودياتان للمنتخب قبل كأس الأمم، ونسعى للعب أحدهما بالقاهرة. اليوم السابع، هاني رمزي، معسكر الفراعنة لأمم إفريقيا ينطلق 6 يونيو. بوابة فيتو، هاني رمزي، محمد صلاح بيغير رقم تليفونه كتير ولكن نتواصل معه. ماشي. بوابة أخبار اليوم، باكستر يتحدث عن منافسة المغرب ويؤكد مصر تملك مقومات البطولة. في الجول، السنغال تواجه نيجيريا وديا استعدادا لأمم إفريقيا واللقاء قد يقام في مصر. سوبر كورة، عامر حسين، طلبنا إقامة مباراة الهلال والنجم الساحلي في السويس. بطولات، نيفيل يرشح محمد صلاح وماني مع ثلاثي سيتي للانتقال الى برشلونه وريال مدريد. دوت مصر، اوباميانج، هدف صلاح في تشيلسي لا يمكن تصديقه. بوابة التحرير، روبرتسون، هدف صلاح اخرس جماهير تشيلسي. بوابة الشروق، اليوم في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، برشلونه يسعى لكسر عقدة ربع النهائي أمام اليونايتد، ويوفنتوس يخشى مفاجأة أياكس. سبورت 360، كونتي يبتعد عن إنتر ميلان ويقترب من بايرن ميونخ. آس عربية، الموهوب إريكسون يختار الانتقال إلى ريال مدريد. طيب اخبار محليه وعالميه وكمان اخبار محترفينا بالخارج، في الحقيقه كلها اخبار مهمه جدا. خلينا نبتدي بيلا كوره، واللي اعلنت او قالت من خلال اعلان لجنه المسابقات
تغريم كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا بسبب طرده في مباراة مصر المقصة واعتراضه على الحكام، تم تغريمه 10,000 جنيه. وكمان كابتن محمد عودة مدير الفني البتروجيت تم تغريمه أيضا. يعني بعض القرارات الخاصة بالأسبوع المنقضي للعب من مباريات بطولة الدوري العام. كمان بوابة سبورت قالت طوارئ في الجبلية استعدادا لكان 2019، فده شيء طبيعي جدا، انت مقبل على بطولة كبيرة جدا، خدتها او هتنظمها في وقت ضيق قوي، بالتحديد من شهر واحد تم الاعلان بشكل رسمي ان مصر هي اللي هتنظم البطولة بعد استبعاد الكاميرون واعتذار المغرب، فبالتالي مصر خدت الملف. فبالتالي في استعدادات كبيرة جدا جدا على جميع الأصعدة وجميع الجوانب الخاصة بالاستادات، سواء كيفية دخول الجماهير للاستادات أو للملاعب أو للمدرجات في مباريات الأمم الأفريقية، كمان فيما يتعلق بأرضية الملاعب، ده هيكون شيء مهم قوي 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 إن احنا نظهر بالشكل المناسب، لأن احنا كنا بنتريق بصراحة على الملاعب في أفريقيا لما في الجابون مثلا اخر بطوله كانت ملاعب سيئه قوي وادت لاصابات عدد كبير من اللاعبين في مختلف المنتخبات، فمهم قوي ان انت تكون مهتم بكل كبيره وصغيره. وفي الحقيقه هم ماشيين بشكل جدا حتى الان، يعني سواء المهندس هاني ابو ريده او كمان كابتن محمد فضل مدير البطوله، ف في تنسيق كبير جدا من قبل المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم مع الجهات الامنيه من خلال التواصل معاهم للتنسيق فيما يخص حضور الجماهير، وخصوصا ان من المتوقع طبعا ان كل الاستادات تكون مليانه في بطوله الامم الافريقيه، ده اللي اكيد ان شاء الله هيحصل، لان الكل عايز يتمتع باللاعبين الموجودين بشكل عام، بخلاف مصر طبعا ملاعبها اكيد او مبارياتها هتكون مليئه بالجماهير المصريه. وباذن الله باذن الله نشوف مظهر يفكرنا ب 2006 بطوله الامم الافريقيه 2006 اللي فازت بها او فاز بها المنتخب المصري، ونشوف يعني منظر يكون رائع وحضاري بالنسبه لكل الجماهير المصريه اللي هتحضر باذن الله هذه المباريات. استعدادات قويه جدا، اتمنى كل التوفيق لمصر في تنظيم بطوله وحدث هام جدا يكون رائع وواجهه مشرفه وحضاريه امام العالم كله اللي هيتابع هذه البطوله بكل تاكيد. بوابة الفجر عامر حسين قال ان طبعا هو رئيس لجنه المسابقات، قال ان فرق المجموعه في امم افريقيا مجموعه بي بالتحديد مبهورين باسكندريه، المجموعه دي بتضم بنيجيريا، طبعا مبهورين باستاد اسكندريه، المجموعه دي فيها نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبروندي. طبعا احنا عارفين الاحتفاليه اللي حصلت يوم الجمعه اللي فات بخصوص قرعه الامم الافريقيه، ثاني يوم كان ميعاد زياره كل وفد خاص بكل منتخب او بكل دوله للملاعب اللي هيخوض عليها التدريبات والمباريات الرسميه، فبالتالي راحوا ثاني يوم شافوا استاد اسكندريه، بتكلم بالتحديد على المجموعه دي، شافوا الاستاد عجبهم جدا، ارضيه الملعب عجبهم جدا، الاجواء هناك، المدرجات، كل شيء عجبهم، غرف الملابس، كل ما يخص هذا الملعب واللي هيستخدمه المنتخبات المختلفه تحديد في المجموعه دي ابدوا اعجابهم بشكل كبير جدا. ده على حسب تصريحات الحاج عامر حسين. في المقابل امبارح او اول سمعنا ان تونس زعلانه شويه من استاد السويس واللي هي هتكون او هيكون خاص بالمجموعه بتاعتها، لكن اكد الاتحاد المصري لكره القدم للوفد التونسي ان الاستعدادات لسه ما خلصتش او الشكل النهائي للملاعب لسه ما خلصش بالشكل الكامل، فخلال او على وصولهم لمصر ان شاء الله هتكون الامور جيده جدا، تحديد استاد السويس باذن الله يكون جيد، وهو في الحقيقه استاد اصلا جيد يعني، لكن ان شاء الله باذن الله احنا عايزين الملاعب كلها تكون مناسبه لهذه البطوله. بوابه المصري اليوم رئيس استاد القاهره قال ان ملعبنا هيضاهي الملاعب العالميه، فطبعا اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره وبصراحه بيقوم بمجهودات كبيره جدا بقاله اكتر من سنتين تقريبا، وبالتالي بيتكلم على ان الملعب هيكون شكله رائع سواء من حيث الارضيه، من حيث المدرجات، غرف الملابس، كل الامور هتبقى مميزه جدا جدا بالتحديد في استاد القاهره، وده اللي هيستضيف مجموعه مصر المجموعه الاولى يعني، فان شاء الله نتمنى الاستاد يكون كويس جدا. بس السؤال هنا بقى سؤال مهم قوي، بعد ان شاء الله باذن الله بطوله الامم الافريقيه وبعد ما مصر باذن الله يا رب يا رب تاخد البطوله ونبقى كويسين وكل حاجه، هل
متاح للأندية المصرية بتحديد النادي الأهلي إن هو يخوض مبارياته في المسابقات المحلية والأفريقية على استاد القاهرة، ولا ساعتها هنلاقي إن في مشاكل أصل في استاد القاهرة، أصل هو بيتصلح، أصل هو في مش عارف إيه ناقص، في مش عارف إيه ما اتعملش. نتمنى بإذن الله إن بعد بطولة الأمم الأفريقية يكون الاستاد ده متاح، لأن إحنا متعودين دايما كان سواء مباراة الأهلي أو الزمالك أو منتخب دايما تبقى على هذا الملعب يعني، واستاد كلنا بنتمتع ونتفرج على المباريات فيه بكل تأكيد. وسام بقى لو بعودة الجمهور كمان في مباريات الدوري في استاد القاهرة هنشوف حاجات كنا بنشوفها زمان، حاجات مميزة جدا من حيث الأداء الفني والمتعة الكروية بشكل عام يعني. نتمنى إن شاء الله الأمور تسير بالشكل الجيد. يلا كورة، تصريح على لسان المهندس إيهاب الهيطة مدير المنتخب بيقول إن في ماتشين وديين لمنتخب مصر قبل بطولة الأمم الأفريقية، وقال إن في ماتش فيهم هنحاول اللي هو الماتش الأخير هنحاول إن هو يكون على ملعب استاد القاهرة لو جاهز، لو مش جاهز هيكونوا الماتشين في استاد برج العرب. إحنا عارفين المنتخب هيخش معسكر بداية من يوم 6 يونيو في برج العرب استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية، هيكون في ماتشين وديين خلال الماتشين دول، الماتشين حتى الان في برج العرب، بس في محاوله ان الماتش الثاني يكون في استاد القاهره عشان اللاعبين يتعودوا على ارضيه الملعب، بس لو ما حصلش هيكون في ثلاث تدريبات تقريبا للمنتخب على استاد القاهره عشان اللاعبين ياخدوا على ارضيه الملعب يعني. اليوم السابع وتصريح الكابتن هاني رمزي وهو بيتكلم على معسكر الفراعنه ان هو هينطلق يوم 6 يونيو، احنا عارفين الدوري تقريبا هيتم ايقافه يوم 3 يونيو عشان يتم استعداد المنتخب ل بطولة الأمم الأفريقية، المعسكر بالظبط هيبتدي يوم 6 وإن شاء الله بإذن الله يكون معسكر جيد ومناسب وملائم للمنتخب قبل بطولة الأمم الأفريقية. نروح للأخبار العالمية شوية وبالتحديد أوباميانج من دوت مصر، طبعا واخدين تصريح أكيد قالوا أوباميانج بعد مباراة أرسنال أمام واتفورد واللي أحرز فيها هدف جميل في الحقيقة. هو اتكلم هنا عن محمد صلاح والهدف الخرافي الرائع اللي احرزه في مباراه تشيلسي، الهدف الثاني بالتحديد بعد دقيقتين ثلاثه من هدف ساديو ماني، قال الهدف ده لا يصدق، هدف اكثر من رائع، وان هو اشاد كمان بنجمنا المصري محمد صلاح. اوباميانج طبعا نجم جابوني كبير جدا ولاعب مميز قوي في الحقيقه. نفس الكلام روبرتسون بوابه التحرير، روبرتسون قال ان هدف صلاح اخرس جماهير تشيلسي، قصده ايه اخرس جماهير تشيلسي؟ قصده ان كان في كلام كتير على محمد صلاح قبل مباراه تشيلسي ليفربول وتشيلسي، وان هو ارهابي وبيفجر ويعني هتافات عنصريه كده قالوها في احدى المباريات، لكن افضل رد على حسب ما كمان اللي قاله روبرتسون باك ليفت عالمي طبعا بتاع ليفربول روبرتسون ده، قال ان محمد صلاح اخرس جماهير تشيلسي من خلال الهدف الرائع اللي احرزه في هذه المباراه. على رأي أبو تريكة يعني هو فجر مرمى تشيلسي من الهدف اللي هو بعد الهدف اللي هو أحرزه يعني. طيب آخر خبر معانا من آس عربي، قال إن إريكسون لاعب وسط توتنهام اختار إن هو ينتقل لريال مدريد، لاعب مميز جدا، لاعب دنماركي مميز جدا جدا جدا، عنده عدد كبير من الأسيستات اللي بيعملها كل موسم بصراحة، لاعب وسط ملعب جيد، فبالتالي في اهتمام من ريال مدريد، وفي الحقيقة مش اهتمام بيه هو بس، اهتمام ببول بوكبا باكثر من لاعب ايدن هازارد كمان يعني، ناس كتير وماني، وفي كلام على صلاح يعني. ريال مدريد بتحاول ان هي تبني فريق بعد عوده زين الدين زيدان للقياده الفنيه لفريق ريال مدريد، لكن الاقرب اريكسون ان هو يروح لريال مدريد مع بدايه الموسم. هنشوف الامور في فتره الانتقالات الصيفيه هتمشي ازاي. طيب دي كانت أبرز الأخبار سواء فيما يخص النادي الأهلي على الصحف والمواقع، وكمان اتكلمنا في بعض الأخبار المحلية وبعض الأخبار العالمية وكمان أخبار محترفين في الخارج، ناقص فقرة واحدة بس في حلقة كلام في الميديا النهاردة. بعد الفاصل هنرجع نواصل من خلال استضافة طبعا الناقد الرياضي الكبير أستاذ محسن لملوم للحديث عن كل ما يخص الرياضة المصرية وبالتحديد فيما يخص ويتعلق بالنادي الأهلي ومباراته أمام بيراميدز. استنونا بعد الفاصل. سمع
مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. الفقرة الأخيرة من حلقة النهاردة، بنورنا وشرفنا في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير أستاذ محسن لملوم. أستاذ محسن مساء الخير عليك. مساء الخير عليك، أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله، دايما مطقمين مع بعض. الصغير طلع من يعني طبعا عندنا أمور وقضايا كثيرة أو كثيرة عايزين نتكلم فيها خلال حلقة اليوم. خلينا نبتدي فيما يخص نادي الأهلي واستعداداته للمباراة المقبلة أمام بيراميدز يوم الخميس وبطولة الدوري. شايف المباراة دي ازاي من الناحية الفنية، استعدادات الفريقين لهذه المباراة؟ الله، بسم الله الرحمن الرحيم. المباراة دي طبعا على الورق بتعني النادي الاهلي كتير جدا، بتعني طبعا بعد الاهلي او وصول النادي الاهلي للقمة بفرق نقطة عن المنافس او الغريم التقليدي نادي الزمالك. فالمباراة دي الفوز فيها بتقرب النادي الاهلي للبطولة بنسبة مثلا من 60-70%، مش هنقول اكتر من كده. 60-70%؟ لان النسبة دي مش كبيرة؟ نسبة كبيرة طبعا. لان ما هو كبيرة ليه؟ على حجم المنافس. النهاردة فريق بيراميدز فريق قوي جدا، شئنا ما بينا فريق اصبح رقم في الدوري المصري. هزم الاهلي في مباراة الدور الاول، وكان ساعتها برضو كان اللي كانت اول مباراة اعتقد للاسارتي. كانت اول مباراة. كان الاهلي بالعناصر الجديدة، الاهلي كان متقدم وهو وبيراميدز هو اللي عمل الريمونتادا على الاهلي. الريمونتادا البسيطه يعني، مش الريمونتادا الكبيره. فمن هنا المباراه دي زي ما يعني في مشوار الصراع الاهلي والزمالك على اللقب بيبقى فيه كذا 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 فريق او كذا مواجهه بتحسم المواجهات، زي مواجهات المصري الاسماعيلي بيراميدز. يمكن كلنا شفنا الزمالك تعثر قدام المصري، فالاهلي لسه هيلعب المصري، اللي هيلعب الاسماعيلي، الزمالك هيلعب الاسماعيلي، الاثنين هيلعبوا بيراميدز. فالثلاث مواجهات دي تحديدا اللي هو الثلاث الفرق دي اللي هم المصري الاسماعيلي بيراميدز بتبقى حاسمه الى حد كبير بالاضافه للمفاجآت. فانت النهارده داخل على مباراه الجمهور المنافس او المنافس، سيبك من الجمهور، بيعول عليها كتير ان انت تتعثر فيها زي ما هو تعثر قدام المصري. المنافس اللي هو الزمالك يعني؟ المنافس الغريم التقليدي على بطوله الدوري اللي هو الزمالك. وبيراميدز المنافس بالاضافه. ما انا كنت لسه اقول لك ان المباراه دي فيما لو فاز فيها البيراميدز هيصعد للقمه، وفيما مثلا لو خسر الزمالك مثلا حسابات يعني ما نعرفش بقى اللي ممكن يحصل، هتبص تلاقي ترتيب الجدول تغير، هيبقى بيراميدز على الاول. اي نعم هيبقى ليه مباريات بافضليه لعب مباراتين على اكتر من الاهلي والزمالك، ولكن خلينا في الواقع جدول الدوري هيكون هو الاول، الاهلي الثاني، الزمالك وهكذا. كل لعبه الكراسه الموسيقيه موجوده بتحسمها المباراتين دي تحديدا، الاسماعيلي والزمالك والاهلي وبيراميدز. فالحل الوحيد في وجهه نظري ان انت اخدم نفسك بنفسك، وبالنسبه للنادي الاهلي يعني ان هو يفوز ويريح دماغه من كل الكلام ده. بس شايف ان هي فرصه للنادي الاهلي للخروج من الفتره اللي فاتت اللي تخللها بس اخفاق هو خروج من دوري ابطال افريقيا، هو في الحقيقه اخفاق كبير بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، لكن هو ده الاخفاق الوحيد على مدار مرحله كبيره من المباريات سواء المحليه او الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي. والله خليني اقول لحضرتك ان هو الناس بتقول ان هو دي حاجه مش كويسه لصالح النادي الاهلي، ان هو متعثر وان دي فرصه للمنافس او للمنافس في المباراه يعني اللي هو نادي بيراميدز ان هو يفوز. لكن انا شايف العكس، ان انت فرصتك انت كنادي الاهلي ان انت ترجع على تصالح جمهورك بسرعه. انت كلنا شفنا جمهور النادي الاهلي في مباراه سان داونز هنا في القرار، رغم فوزك الضعيف 1-0 وان انت كان لابد ان انت ترد الفضيحه دي حتى لو ما تتاهلش. اكسب 3 اكسب 4 اعمل اللي عليك زي ما بنقول، بس مع ذلك كل الجمهور برضه وقف جنبك. طبقوا المقوله الشهيره على الحلوه والمره معاه، كلنا شفنا منظر رائع للجمهور بعد المباراه لما حيا الجمهور وقال لهم الدوري اهلي. فانت عندك فرصه النهارده ان انت تصالح جمهورك بسرعه، يعني شاءت ظروف ان انت من الحد للخميس تقدر، او عفوا من السبت للخميس في نفس الاسبوع يعني كام يوم، ان انت تقدر تصالح جمهورك وتصالحه بسرعه على حساب بيراميدز، وكمان فريق قوي ان انت تفوز عليه ليه طعم اخر بعيد بقى عن الحسابات اللي احنا مش عايزين نتكلم فيها، لكن اقصد شكل المنافسه فريق قوي. يكفي مباراه الاتحاد اللي كان كسب فيها يعني كان خسران مره واثنين وبعد كده مره واثنين وبعدين فاز وب 10 لعيبه. لا فريق قوي جدا يحترم فنيا على ارض الملعب، فدي فرصه لعيبه الاهلي او ان هم يصالحوا جمهورهم بسرعه. بان انت تصالح جمهورك بان انت بتعمل يعني الفوز على فوز الاهلي على بيراميدز بيعني النادي الاهلي بتضرب عده عصافير بحجر واحد. يعني انت اولا انت بترد الهزيمه من بيراميدز، لان لو فاز عليك تاني مش حلوه في حقك انت، النادي الاهلي نادي كبير رقم واحد، رقم اثنين بتقضي على احلام المنافس، بتصدر له احباط ان انت تخطيت عقبه كبيره زي العقبه هي الاكبر. مع احترامي طبعا المصري والاسماعيلي، لكن العقبه الاكبر هي عقبه بيراميدز، وبتصالح جمهورك بسرعه. فالامور دي بتدي دفعه كبيره للنادي الاهلي ان هو مجرد الفوز على بيراميدز بيحالك امور كتيره، وبعدها الاستقرار، لان انت فيما لو النادي الاهلي تعثر في المباراه دي
يعني كلنا عارفين الجلسه التاريخيه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لما قعد معاهم قال لهم انا كنت ممكن اقدر اسرحكم بعد الهزيمه التاريخيه او الفضيحه اللي انتم عملتوها، لكن انا عندي ثقه فيكم. بلاش يعني مش فضيحه، احنا نقول هزيمه تاريخيه، اصل الفضيحه ممكن يعني حاجه تتعلق بامور اخرى بعيده عن كره القدم، لكن النادي الاهلي يتغلب خمسه تبقى فضيحه. اوكي بس حاجه كارثيه، انا عايز اقولها كارثيه، بلاش كلمه فضيحه دي مش عاجباني بصراحه. لا وجهه نظري ان لما النادي الاهلي يتغلب خمسه تبقى فضيحه، يعني اكبر في تاريخهم ما حصلتش في بطولات افريقيا. وكارثيه دي برده لفظ قوي جدا. معلش ما هو النادي الاهلي يتغلب خمسه، ده الفريق ده انت عارف صن داونز انت تاريخك كله معاه ست ماتشات، انت كسبان ثلاثه هو كسبانك ماتش بالظبط، انت كسبان هو ده اللي كان يزعل طبعا. 2-0 1-0 ومتعادل معاه هناك على ارضه 1-1 ومتعادل معاه على ارضه، انت كنت متقدم على ارضه في بريتوريا 2-0 وهم اللي تعادلوا معاك في 2007، يعني انت كعبك على ان هو فوز واحد اسمح لي يعني بالثلاث انتصارات بتوعك انت كذا، هو فوز هو انتصار للتاريخ، كان انهيار للنادي الاهلي، قول بقى انهيار قول كارثه قول فضيحه ايا كان، لكن بكل كان انهيار بكل تاكيد، كانت مباراه كارثيه، مباراه من طرف واحد، احنا خلينا نكون واقعيين واحنا في قناه النادي الاهلي نقول ان النادي الاهلي اتغلب خمسه ونجا من ثلاث اهداف على الاقل طبعا. يعني مع محمد الشناوي، يعني لما نقول محمد الشناوي كان هو المتالق صح. او النجم الاهلي ده معنى ده شايل كتير، ده انت مغلوب خمسه وكورتين في العارضه ولا كوره، لا يعني طبعا النتائج الكبيره دي بتبقى الفريق مش في يومه، لا الواحد كان قاعد بتابع المباراه مش مصدق اللي بيحصل عامه يعني. بالظبط عشان كده احنا قلنا واحنا قاعدين بنتابع المباراه لحد ثلاثة مقبول، أربعة لما كان الأهلي مغلوب أربعة بتقول ممكن أنت لو جبت جون خلاص 3-0 في القاهرة الأمور أو في مصر يعني تسهل عليك الدنيا، لكن لما يخش بقى فيك خمسة ولسه باقي وقت كمان، لا دي في وجهة نظري طبعا لما تتعلق بالنادي الأهلي نادي كبير أكيد تبقى فضيحة طبعا. طيب نكمل موضوعنا بقى اللي هو بتحديد مباراة بيراميدز. بيراميدز طبعا زي ما قلت لحضرتك هي مباراة مش هقول عنق زجاجة لأن مش حاسمة في الدوري، ولكن مباراة بتعني 60% على الأقل مش أقل من 60% في صراع الأهلي والزمالك على حظر اللقب، أو بالنسبة للنادي الأهلي تحديدا 60% زي ما قلت لك ان هو بيصدر كمان المنافس بيعول على المباراه دي حتى ولو بتعادل عشان يرجع هو تاني الاول اللي هو الزمالك يعني، وطبعا المنافس نفسه ليه اللي هو الخصم في المباراه اللي هو النادي بيراميدز له هدف طبعا ان هو لو فاز زي ما قلت لك ان هو هيصعد اول طبعاً. فيما لو تعثر الزمالك يعني، وحتى لو ما تعثرش هو عنده هدف نفسياً تاني نفسيا حتى هتفرق حتى نفسيا حتى لو الاهلي خد الدوري او حتى الزمالك خد الدوري، هو بالنسبه لبيراميدز عايز يجمع نقاط عشان يشارك السنه الجايه في دوري ابطال افريقيا، لان بقى النهارده بقى الصراع الثلاثه دول ما بقاش صراع مين ياخد الدوري، يمكن مين ياخد الدوري ده الاهلي وزمالك، لكن مين ياخد الثاني بعد ما ياخد الاهلي يهم الزمالك انه ياخد عشان يشارك في دور الابطال بالزبط. ولو خد الزمالك الدوري يهم الاهلي انه يشارك في دور الابطال صح. شئنا ما بين بطوله الكونفدراليه لا تقارن ببطوله دور الابطال ايا كان المشاركين فيها أكيد. ويكفي ان احنا لما يعني هاخد لك بس مثال مش هنطول فيه، اوروبا اوروبا النهارده اللي بيشارك في دور ابطال اوروبا يعني بياخدوا مثلا اربعه مثلا اربع انديه من الدوريات الكبرى مثلا انجلترا وبياخد معاهم لو الفائز من انجلترا ياخد الخامس، وبطل اللي هو الدوري الاوروبي بيشارك، شوف يعني بطل الدوري الاوروبي كله يدي له مكافاه انه يشارك في دور الابطال فشوف العمليه بتوصل لايه، فاحنا واخدينها من اوروبا يهم طبعا نادي بيراميدز على الاقل مش هيكون مطالب انه يفوز بالدوري، لكن على الاقل ياخد المركز الثاني ياخد لقب الوصيف عشان دوري ابطال اوروبا مش عشان حاجه، هو لو خد الثالث الناس هتشيد بيه ولو خد الرابع الناس هتشيد بيه، وده انجاز يحسب ليه في اول موسم في التعديلات دي بالنسبه لبيراميدز بالنسبه لبيراميدز طبعا مش عايز اكلمه، ولكن ان هو ياخد المركز الثاني من احد القطبين يعني ياتي خلف الاهلي او خلف الزمالك ده بيديله فرصه ان هو يشارك في دور الابطال اللي هو البطوله الاكبر للانديه في القاره الافريقيه، فعشان كده فوز النادي الاهلي في المباراه دي حتمي وضروري ضرب عده عصافير بحجر واحد يريح نفسه من حسابات اخرى، بالاضافه يعني غير كل ده مشاكلك انت بقى مشاكلك خلاص، الناس كان في ناس بتنادي باقاله لاسارتي، في ناس بتتكلم ان الاهلي بيجهز بديل بيشوف مش عارف عماد النحاس ما اعرفش بيشوف مين في مدرب اللي هو بتاع وادي دجله، يعني بيشوف ناس كبيره يعني او قصدي ناس بديله، لكن هو لما انت ارحم نفسك من ده كله لان انت الموقف في النادي الاهلي لا يحتمل اي عصره، لان النهارده حتى لو تعادلت انت النهارده في صراع نقطه، انت ماشي ما بينك وبين الزمالك نقطه يعني انت صح. ماشي كده فمش محتمله الفوز اشبه بالهزيمه عفوا التعادل اشبه بالهزيمه انت بتخسر هنا نقطتين بتخسر ثلاثه فمش محتمله، يعني انت النهارده النادي الاهلي قادر ان هو زي ما قلت لك الفوز على النادي بيراميدز يضرب له عده عصافير بحجر واحد لصالح جمهوره، يدعم استقراره قدام جمهوره، يقتل طموح المنافس او الغريم التقليدي اللي هو نادي الزمالك اللي بيعول على مباراه زي دي، وبيقتل برضه المنافس الخصم اللي هو بيراميدز بترد هزيمه الدور الاول منه 2-1، فالفوز طبعا امر ضروري وحتمي للنادي الاهلي على بقى. لكن المنافسه هتفضل موجوده حتى لو الاهلي ان شاء الله فاز في هذه المباراه، لسه في مباريات قويه جدا للثلاث فرق سواء اهلي او زمالك او بيراميدز عشان يكسب النادي الاهلي
المطلوب من الجهاز الفني واللاعبين من وجهه نظرك؟ والله اولا الامور النفسيه، واعتقد ان هي تحسنت شويه في الفتره، الامور المعنويه يعني هي تحسنت بدءا من اطلاق صافره النهايه في مباراه صن داونز، بالمشهد اللي شفناه كلنا، حسام عاشور لما لم اللعيبه في وسط الملعب والجمهور لما نادى عليهم طبعا مشهد يحسب عليهم، كان في بعض جماهير النادي الاهلي بتنتقد ده، بتقول ما وصلش بينا الحال ان احنا نشجع لاعبتنا وهم خسرانين 5. موضوع ثقافه، انت لا لازم ان انت تساند فريقك، واحنا زي ما احنا عارفين جمهور النادي الاهلي دايما في السراء والضراء، لازم يساند ويدعم لازم يساند ويدعم، فحاجه ما فيهاش اي حاجه. وبالمناسبه طبعا هي ان كانت كبيره او جديده على النادي الاهلي، فاحنا بنتفرج على اوروبا، شوف الناس بتعمل ايه، الناس بتتغلب على ارضها، يعني بايرن ميونخ العملاق البافاري في المانيا اتغلب على ارضه 3-1 من ليفربول، وهو كان متعادل في الانفيلد 0-0، ومع ذلك الناس كلها طالعه بتحييه، واللعيبه طالعه تقول لعبوا مباراه جيده، ما فيش اي مشاكل، حتى الموقع الرسمي بيدعمهم، الموقع الرسمي اقصد لبايرن ميونخ طالع بيدعم، فاحنا مش هنخترع كوره، يعني كون ان فريق يتغلب على ارضه دي مش شعار ولا في اي حاجه، خصوصا ان انت مقبل على مرحله حاسمه في بطوله الدوري، فمطلوب جدا المسانده، فهي كانت لقطه رائعه من جمهور النادي الاهلي. العكس هو اللي ما كانش هيبقى حلو، فيما لو كان مثلا الناس كانت متخوفه من زياده العدد ومع احتماليه خروج الاهلي اللي كانت بنسبه 90% او اكتر، ان انت ممكن الجمهور ده ينقلب فيعمل شغب فيسب بعض الاشخاص فتعمل مشكله تاني. لا بالعكس، ده الجمهور طلع اكبر من ده كله، اولا ان هو راح المنظر واعي، ان هو راح بات قدام مكان التذاكر بالليل في الجو المتقلب ده او الجو البارد، لسه الصيف ما دخلش بقوه، المنظر ده ادى رساله، زائد احنا كمان عندنا كاس امم الافريقيه بقى بشكل عام، سيبك من النادي الاهلي بالظبط، علشان على مستوى المنتخب عندنا بطوله، وبطوله لازم تنجح جماهيريا، فهذا الجمهور اهو حضر اكثر من 30,000 اللي كان مصرح بيهم، والجمهور كان على درجه كبيره جدا من الوعي وحي اللعيبه رغم الهزيمه، ده بيدي رساله ان احنا خلاص، الناس النهارده في الفتره الاخيره بقت ما بقتش اهلي وزمالك، الكلام ده كان موجود في الثمانينات والتسعينات، من رغم مساوئ السوشيال ميديا ولكن في ايجابيات اللي هي متابعتنا للدوريات الاوروبيه طبعا. انت مش احسن من ريال مدريد وبرشلونه ومانشستر وتشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، بس لما نتغلب 5 من فريق ليل بالظبط امبارح ولا اول امبارح اتغلب 5-1 من ليل، يعني نتيجه كبيره، نتيجه كبيره جدا فيها ناس كتير جدا بالزبط، يعني بالظبط، ده انت بتتكلم في يعني ده ميزانيه دوله لوحده، بابي لوحده وفرقه ونيمار وكافاني ايا كان الفريق ككل، يعني فانت بتتكلم النهارده فالناس اتنقلت لها بقى الثقافه، برشلونه بتغلب، ريال مدريد بتغلب وبتغلب على ارضهم 4-6 مفيش اي مشاكل خالص، النتائج الكبيره دي سدي خلاص، انت بتقفل، كان دايما مانويل جوزيه يعني كنا نحضر مؤتمرات صحفيه كان يبقى الاهلي واخد بطوله افريقيا، وفي المؤتمر الصحفي يقول لك الاحتفالات خلاص بكره وبعد بكره عندنا وما هنخش نتدرب عشان في مش عارف كاس مصر، احنا كانت دي كانت عندنا بقى، كانت لما تكسب بطوله تقعد تحتفل سنه، تخسر بطوله تقعد تحزن سنه. الثقافه دي انا شفتها بصراحه من مانويل جوزيه، احد اهم مميزاته ان هو كان خلاص يقول لك البطوله الكاس دخل الدولاب، واحنا عندنا لسه بطوله كاس مصر، مع رغم مثلا ايه بطوله كاس مصر ما تجيش حاجه خالص جنب دوري ابطال افريقيا، ومع ذلك كان يقول لك خلاص اغلقنا ده وهنخش في بطوله ثانيه، لانه كان عشان كده حقق بطولات كتيره في فتره قيادته النادي الاهلي، هو ده اللي المفروض يحصل، احنا مش هنقعد طول الوقت نقعد نتكلم في الخمسه انت غلبت 5 او حتى ان انت لو كسبت مثلا 6 مش هتقدر تتكلم، ده كلام جمهور يعني، بخلاف ان انت زعلان طبعا عشان خسرت 5 وخرجت من البطوله، الزعل الاكبر انك خرجت من البطوله، ده لان الاهلي كان حاطط او الجماهير كانت حاطه امال كبير جدا، امال كبيره جدا على فوز ببطوله دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، صحيح بعد تحديدا ان انت في اخر سنتين وصل للنهائي وبتخسر فعلا. في اللقطه الاخيره ايا كانت بقى الاسباب، هنقول حكم هنقول الكاف مش مشكله، بس المهم ان انت في النهايه ما خدتش الكاس، هنا الوداد وهنا الترجي، فانت كان عندك امل بقى الثالثه ثابته زي ما بيقولوا، فانت بتخرج من ربع النهائي وبتخرج، يعني الناس اصلا ما كانتش هتتقبل، فيما لو اتغلبت هناك 2-0 مثلا او 1-0 وجيت هناك كسبت 2-1 وخرجت ما كانتش هتتقبل ده برده، فما بالك بان انت كان ممكن على فكره ما يبقاش في مؤازره اللي كانت في الملعب من الجمهور لو النتيجه كانت كده، يعني مثلا انت خسرت هناك زي ما انت بتقول 1-0 وكسبت او كسبت 2-1 وهم اللي صعدوا لا كان ممكن جمهور الاهلي ما يحييش اللاعبين او بتاع، كان ممكن يبقى في ضغط اكبر يبقى في زعل الكلام من بالزبط. لكن جمهور النادي الاهلي حي اللاعبين عشان عارف حساسيه المرحله بالزبط. وعارف ان لازم يساند الفريق مش وقت صح. وكان برضو مجلس الاداره قبل الجمهور عند النقطه دي، لان اي حد اي نادي تاني كان ماشي الجهاز الفني وكان صرح بعد اللعيبه كان هد المعبد، خلينا نتكلم بامانه، لكن هو الكابتن محمود الخطيب قال لهم انا كنت اقدر اصرح او كنت اقدر، لكن انا واثق فيكم لان لسه الموسم ما انتهاش، انت عندك بطوله الدوري عندك بطوله الكاس، لكن على الاقل خلينا في الدوري هي اللي شغاله لسه بطوله الكاس ما في مش عارفين مواعيدها مش عارف في علم الغيب يعني خلينا في بطوله الدوري، فبطوله الدوري هي ان انت النهارده
هي النادي الاهلي كمان قرب بعد ما كان مع طبعا مع الوضع في الحسبان ان هو كان عنده مباراه مؤجله كان الاخير ثم الثامن ثم مش عارف العاشر انا لا قرب ثم السادس الحاجات حتى اللي كان من انا اسف جدا في اللفظ من الغباء ان انت تتريق عليها تقول مثلا ايه لا لا يا جماعه طب ما هو في لسه ست ماتشات يعني كلام مضبوط وصلوا لتسعه في فتره من الفترات بالظبط بس لا يلام هنا لان ده كلام جمهور في الاول في الاخر كلام جمهور الذي يلام في وجهه نظره المسؤول لما المسؤول يعمل كده لا امال احنا نسيب ايه للجمهور لكن الجمهور يعمل اللي عاوزه ده جمهور دي فرحته اهلاوي فرحان في الزمالك زملكاوي فرحان في الاهلي ده براحته لكن الاهلي خد التدرج الطبيعي وصل للقمه بعد ما كان الثاني خلاص قدر يبقى الاول كمان بفرق نقطه فادي التدرج الطبيعي للفريق فكان ان مجلس الاداره فيما لو خد قرار غير ان هو يفضل زي ما هو كان طبعا هيهد المعبد فحسنا فعل مجلس الاداره وحسنا فعلت جماهير النادي الاهلي ومساندة الفريق. طيب ده هيخليني اسالك سؤال مهم جدا وهو بيتعلق بفريق النادي الاهلي وزي ما انت قلت من خلال حديثك ان الفريق في مرحله من المراحل كان اخر الجدول وبعد كده بقى الثامن وبعد كده مش عارف ايه الكلام من ده. بالتالي كان في تصريحات لبعض المسؤولين ان النادي الاهلي بعيد عن المنافسه ومنافسه ما بين الزمالك وبيراميدز. كيف ترى سرعه عوده النادي الاهلي للمنافسه على بطوله الدوري بمجرد ما تساوى مع نادي الزمالك في المباريات اصبح متصدر بطوله الدوري حتى لو الزمالك وهم متساويين في مباراه الزمالك قعد اسبوع او اسبوعين هو الاول صحيح لكن الاهلي عاد لصداره بطوله الدوري بشكل سريع غير متوقع للبعض لا هو انا في وجهه نظري انه شكل طبيعي عادي جدا ده طبيعي يعني طبعا لكن في البعض قالوا تصريحات مستفزه لا ده ما انا قلت لا ده بقى اللي انا بلوم عليه ايه بلوم المسؤول المسؤول اللي يدي تصريح احنا بنتكلم على المسؤولين انا بتكلم دلوقتي على المسؤولين مسؤولين طب على ذكر المسؤولين احنا عندنا صوره امبارح انتشرت على السوشيال ميديا ما اعرفش لو حابين تعرضوها صوره بعض لاعيبه نادي الزمالك القدامى عاملين الخمسه حتى الكابتن خالد غندور على صفحته او كان اتكلم فيها قال لك دي مقصود بيها ان هم كانوا بيلعبوا مع بعض كجمهور وكلهم طلعوا برروا في الحقيقه الصوره قالوا ان احنا كنا بنلعب مع بعض وكان فرق الماتش خمسه فعملوا كده لكن لا مع احترامي طبعا لكلام الكابتن خالد واحترامي كل الموجودين ككباتن كبار في نادي الزمالك سابقين لكن توقيتها مش كويس وهتتفهم ايه يعني هتتفهم كده بدليل ان في الصوره نفسها في الكابتن عبد الستار صبري وهو مش احد لاعبي نادي الزمالك ما رفعش ايده طب ما هو ده لو رفع ايده يبقى فعلا رحرج لكن هي طبعا يعني عارف تبقى حاجه مقصود بيها حاجه انا كسبتك خمسه فرحت عامل كده فمقصود طبعا وفي التوقيت مش حلو ما كانش يليق بصراحه من مسؤولين طبعا دول مسؤولين يعني. لو جمهور براحته خالص مفيش اي مشاكل الجمهور عادي الجمهور يرفع الاهلاوي الزملكاوي الزملكاوي مش على حاجه بالعكس ده انا حتى يعني انا بنتقد الاعلام لما يبرز كلام الجمهور يعني مثلا ايه مش عارف كافيتيريا طالحه في الاسماعيليه تتمنى الفوز مش عارف صن داونز انا بنتقد بعض المواقع اللي تنقل ده ما تنقلش ده جمهور براحته يقول ودي فرحته يفرح براحته لكن انت تنتقد المسؤول لما حضرتك بتسالني على تصريحات يمكن الكابتن امير مرتضى منصور مش متذكر هو اللي قال هو اللي قال التصريح اللي هو بتاع منافس الزمالك هو بيراميدز خلاص هو شايف ان ده يمكن تقليل من النادي الاهلي او ضغط على النادي الاهلي ان انت بره كان الاهلي بعيد ساعتها هو طبعا هو حر في تصريحاته يمكن حتى بس هي للاسف التصريحات دي في الاخر اتردت عليه يمكن حتى الجمهور بدا يقول له هو فعلا قصده كده بس قصده مع المركز الثاني يعني من السوشيال ميديا او الكوميكسات اللي بتتعمل دي او التحفيل زي ما لغه التحفيل اللي موجوده دلوقتي لكن في الاول والاخر ده ملوش اي علاقه انا يبقى كل واحد يصرح براحته المهم الواقع ايه دلوقتي يبقى الاهلي والزمالك هم المنافسين على طول على بطوله الدوري هم بطوله مباراتهم مع بعض بطوله خاصه طبعا يجي بقى بيراميدز يجي 10 زي بيراميدز مع كامل احترامي لا يمكن حتى عندي واقعه شهيره مباراه بيراميدز والاسماعيلي في الاسماعيليه في الدور الاول والتي فاز فيها الاسماعيلي 2-0 كل الجمهور كان بيأزر الاسماعيلي حتى جمهور الاهلي مش عنوه في بيراميدز لا عايز يقول ان التاريخ هو التاريخ قال كلمته يعني انت فريق المال بقى زي احنا عارفين جه ازاي لكن برضو يبقى الانديه الجماهيريه لها طعم خاص تحديدا في الدوري عندنا اهلي وزمالك ومصري واسماعيلي واتحاد هي دي الانديه الجماهيريه اللي انت عشان كده الناس بتفرح فيها كان في حاله فرح ليه لما صعد مثلا اسوان وطنطا دي فرق جماهيريه بالظبط يعني اللي ده الجمهور هو اللي بيحركه يعني هو ده يعني النهارده على كامل احترامي طبعا لانديه المؤسسات وانديه الشركات النهارده بتشوف بيبقى في مباراه قمه على ارض الملعب ما بين مثلا انبي وبتروجيت بس مع احترامي ما فيش يعني عاملين زي الايه الممثلين
عمالقه بيمثلوا على المسرح ومفيش جمهور بيتفرج عليهم. صح. عادل امام بقى وسمير غانم ومفيش حد بيتفرج. لا التانيين بقى كومبارس ممثلين على قدهم بس الجمهور ملم. دي حلاوه الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري. تروح تلاقي جمهور كبير جدا بيدعمه ولولا الجمهور ده الماتش ما يبقاش ليه طعم يعني. اتفرج حتى على ماتشات الاهلي والاسماعيلي في الاسماعيليه ايام ما كانت بتقام رغم ان الحساسيه الشديده كانت جميله جدا ويفوز الاسماعيلي ويفوز الاهلي وحتى في هنا في القاهره الاسماعيلي فاز 3 والاهلي في الاسماعيليه فاز 6 وفاز 4 وفاز 6 يعني ايا كان بيبقى فيها رواج يعني. بيبقى الماتشات دي بيبقى لها طعم طعم جماهيري ما اسعدكش بيه في جمهور اخر اللي هو جمهور الاسماعيلي او تسعد انت وبرده مع المواجهات المصري للزمالك برده مع الاسماعيلي مع الاتحاد هي دي الانديه الجماهيريه عشان كده تبقى برضو في النهايه مباريات الاهلي والزمالك هي اللي لها طعم خاص طبعا مع احترامي طبعا لتجربه بيراميدز اللي اثرت الدوري المصري ولكن اكيد اثرت الدوري المصري فنيا دي حقيقه احنا بنتكلم فنيا عاملين فريق رائع فنيا بس فريق رائع فريق ماليش دعوه طبعا من الحاجات اللي بتحصل بره دي لا لا مالناش دعوه بالحاجات دي احنا بنتكلم فنيا فنيا عملوا موسم لا فريق رائع وفريق ممتاز ولو كتب لي او قدر لي انه يشارك في دوري ابطال افريقيا اللعيبه اللي عنده دي بخبراتهم بالمدرب اللي عندهم بالقدرات الماديه يقدروا يعملوا حاجه ويقدروا برضو يكونوا مشرفين للكره المصريه في دوري الابطال فيما لو وفقوا في ذلك ان شاء الله. ان شاء الله، بالتالي عايز اسالك عشان احنا بنقفل ملف مباراه الاهلي وبيراميدز توقعاتك للمباراه ايه؟ لا اعتقد الفوز هيكون حليف النادي الاهلي، اعتقد اتوقع ذلك لان طبعا الامور كلها عند النادي الاهلي لا تحتمل اخفاق، حتى لو كان اخفاق بالتعادل، يعني لا تحتمل يعني حتى لو كان الاهلي متاخر وتعادل مثلا في الوقت الضايع ده مش هيسعد جمهور الاهلي يمكن وده مش هدف الجمهور الاهلي مش طبعا هدف يعني مش هدف الجمهور الاهلي ولا هدف جمهور الاهلي فانا بتوقع انت تكسب على طول ده الهدف بيبقى في اوقات كده ان انت لازم تخلص بقى فهو النهارده بالنسبه لجمهور النادي الاهلي او للنادي الاهلي ان هو الحاجه المهمه ليه ان هو يفوز على بيراميدز زي ما قلت لك في الاول ان هو الفوز بيضرب لي عده عصافير بحجر واحد واعتقد هيكون الفوز حليف النادي الاهلي توقع يعني طبعا وهي اكيد مش المباراه الاخيره الحاسمه والمهمه في بطوله الدوري خصوصا في نادي مصري ماشي بشكل كويس جدا مع كابتن ايهاب جلال صحيح. كمان الاسماعيلي ماشي بشكل رائع هذا الموسم وعاد سريعا بشكل كويس فبالتالي لسه الموسم يعني مكمل معانا ناقص كام ماتش 8 9 ماتشات صح تقريبا 9 ماتشات طبعا الاهلي والزمالك لهم الاهلي والزمالك ماتش فلسه بطولات او مباريات هتكون مثيره باذن الله خلينا نروح لملف اخر ويخص المنتخب الوطني الاول وخلينا نبتدي بالقرعه بتاعت يوم الجمعه اللي فات وكان منظر يمكن اكثر من رائع والناس كتير او العالم كله اشاد بيه في البدايه رايك في القرعه والاجواء الخاصه بهذه القرعه والله انا رايي في القرعه بمنتهى الامانه ان هم عملوا الفسيخ شربات القرعه كانت بالنسبه لنا في اي مكان في العالم حتى قرعه دوري ابطال اوروبا لما نقعد بيقول لك مثلا بكره قرعه دوري الابطال ممكن ما تتفرجش انت تعرف بس تعرف كده يقول لك ايه الريال وقع مع اليوفنتوس برشلونه جمع مانشستر يهمنا احنا كمصريين ليفربول وقع مع تورينو مع بورتو طب كويس الحمد لله ما بتتفرجش اصلا تتفرج على ايه مجرد لاعب بيقعد يسحب قرعه لكن مصر عملت من الفسيخ شربات ودي حاجه تحسب ليها تحسب ليهم جدا لان انت كمان عملت حاجه مهمه جدا خليت خلفيه القرعه الاهرامات احدى عجائب الدنيا السبع القديمه وبعدين حاجه الناس كلها لما بيجي اي حد بيجي مصر يهمه ايه الأهرامات. يشوف الاهرامات الصور مع الاهرامات بدليل ان البطوله كانت في وقت متاخر كانت بالليل يعني الساعه 8 ومع القرعه قصدي كانت الساعه 8 ومع ذلك مثلا في لعيبه راحت في النهار اتصورت زي يا توريه وحط الصوره دي على صفحاته على السوشيال ميديا الانستجرام والفيسبوك وتويتر فعملت رواج يمكن انا هدي لك مثال بقى واحد مننا احنا محمد صلاح لما كان في احدى زياراته لمصر وراح عند الاهرامات وخد صوره وحطها العالم كله شوف كام مليون بيتابعه فعملت رواج فده شيء جيد جدا ان انت عملت ايه الخلفيه بتاعتها عملت الخلفيه القرعه زائد الاحداث نفسها كانت جميله ان انت سونج بيجي من مدينه نصر او من المطار لحد القرعه في عربيه مكشوفه عملت شيء من الرواج يعني طبعا. وبعدين جمعت بقى نجوم القاره منظر رائع بصراحه لا مش عايز الكلام طبعا المنظر ده اللي كان الابهار يعني في العنوان بتاعه بالنسبه لنا الابهار هم ابهروا ومصر محتاجه الحاجات دي دلوقتي بالظبط انت وبعدين انت دوله اصلا سياحيه دوله تاريخيه بالزبط. ان 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 ما ان ما اتبهتش بالتاريخ بتاعك اتباه بايه يعني ما هو التاريخ صح. بتاعي هو اللي مميزنا على مستوى العالم دوله تاريخيه من اقدم الدول يعني على مستوى العالم هتلاقي كام دوله اللي عندهم تاريخ مصر اليونان ايطاليا حاجات كده حضارات يعني فانت النهارده دي حضرتك فانت لازم تستغلها دي كان ممكن تعمل قرعه في اي فندق في اي مكان مغلق ويجي اي حد وفلان مع فلان والفريق ده مع فلان لكن انت عملت منها بالظبط عملت مني الفسيخ شربات عملت حاله خلانا احنا قاعدين مبهورين طول الوقت مبهورين سيبك من العروض بقى الاغاني والكلام ده كله مش مشكله بس النجوم التي اصطفت على السيرج بتاع القاعه نجوم القاره وعندك كل المدربين موجودين حتى الشكل كان رائع
كل المدربين مدير فني ومع بتاع المنتخبات مدير فني ومع مثلا قائد الفريق او مع مساعد او مع اثنين كمان قاعدين بشكل حلو ومع الناس بتعرف القرعه مع مين مع مين. لا لا كانت جميله جدا 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 حق الله يتقال يعني هم عملوا حاجه كويسه. وازيدك من شعر بيت ان هم في الحفل الافتتاح بتاعي يكون في حاجات اروع من دي كمان كمان. انا يعني عندي شويه حاجات بس مش هينفع نقولها دلوقتي. في نجوم عالم مدعوه للحفل الافتتاح ده فيبقى هتدي كمان اضافه للبطوله دي. كويس فان شاء الله ان شاء الله تبقى بطوله ناجحه. ده الطبيعي بتاعنا يا رب. والاهم ان المنتخب يفوز بالبطوله دي. بالتالي نتائج القرعه بقى نتائج القرعه انا يعني شايف طبعا الدور الاول لا يعبر خالص حتى مجموعه الموت اللي هي جنوب افريقيا والمغرب وكوت ديفوار. وكوت ديفوار ما هو في النهايه صعدوا الثلاثه يعني مش قضيه يعني. الدور الاول تمهيدي كان يعني الناس اللي جايه جديد حتى بتعرف نفسها مدغشقر موريتانيا بوروندي يعني حتى كده في اللذيذ. وبرضو كل فريق يعني انا عجبني حتى في المنتخب المصري ان هو بدا يجمع للمنتخبات اللي معاه يعني اشارات فيديو يعرف كونغو الديمقراطيه. ده دورهم في الحقيقه ده دور العادي. لكن مثلا مش هتدور بعد كده لان خلاص هيكون الناس لعبت ثلاث ماتشات يعني انت هتقابل فريق لعب ثلاث ماتشات ايا كان الفريق اللي هتقابله. ولكن كنت طبعا افضل المنتخب دايما يحرص من الاول يعني اذا حسن البدء حسن الختام. انت لازم تفوز من الاول عشان تبقى في استاد القاهره. استاد القاهره ليه رونق. استاد القاهره ما ننساش ان هو اتقفل طبعا الفتره الاخيره ما تلعبش عليه لكن هو استاد الرعب فعلا. في افريقيا استاد الرعب ما كانش حد بيفوز عليه فعلا. في التسعينات ده كان استاد الرعب يمكن انا فاكر كان الجزائر بتلعب المغرب من كام سنه كده في المغرب في استاد مراكش واتغلب 4-0. فالمدرب كان عبد الحق بن شيخه دخل بين الشوطين قال لهم انتوا خايفين ليه انتوا ما بتلعبوش في استاد القاهره يعني الجمله دي صح. انا قالها لي حد من الجزائر شوف وصلت ليه بيضرب مثال باستاد القاهره ما قالش ما بتلعبوش في مصر ما قالش برج العرب ما قالش اسكندريه ما بتلعبوش يا جماعه في استاد القاهره. فهو استاد الرعب يعني عشان كده يجب نستغل ده لازم تطلع الاول عشان تكمل عليه تكمل عليه للنهايه لان انت لو صعدت تاني ولا تالت تروح بقى اسماعيليه واسماعيليه احترام طبعا كله لكن مش هكون بشكل او بنفس القيمه في استاد القاهره. سريعا قبل ما نروح لفاصل عايز اقفل ملف المنتخب. متوقع ان المنتخب ان شاء الله ممكن يفوز بالبطوله دي خصوصا بعد الضغوط الكبيره من الشعب المصري عشان البطوله على ارضك فمتوقع ان المنتخب يقدر. والله هو اللي حصل في 2006 كانت الناس خايفه ان المنتخب ما كانش مرشح لكن مع الوقت المنتخب زاد ممكن ده يحصل مع يعني دلوقتي مش مرشح. انا في وجهه نظري برشح مثلا السنغال والمغرب قوي. السنغال والمغرب بصراحه ثم تونس ثم تونس ومصر يعني بس السنغال طبعا فريق قوي رقم واحد حتى في افريقيا والمغرب فريق رائع جدا ولكن مع المباريات بيزيد انت بتاخد سبورت نفس اللي حصل في 2006 لما طلعت من الدور الاول واحدة تاهلت يعني خلاص بقى مع الجمهور بيديلك سبورت كل ما تقرب للبطوله اكتر خبرتك بتفيدك اكتر. طيب خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نواصل هذا الحوار والشيق والممتع في الحقيقه مع استاذ محسن لملوم ضيفنا الكبير النهارده بعد الفاصل. اهلا بكم مره ثانيه ولسه مكملين فقره الاهلي او عفوا كلام في الميديا النهارده من خلال الضيف العزيز اللي موجود معنا وهو استاذ محسن لملوم. وكنا بنتكلم عن بطوله الامم الافريقيه والقرعه وكلام من ده لكن قبل ما نقفل الملف ده عايزين نتكلم على تونس واعتراضها والجزائر والاقاويل اللي طلعت خلال الساعات الماضيه. والله انا عارف ان انت متواصل بشكل كبير جدا مع شمال افريقيا كله يعني فايه الكلام يعني. والله هو في تونس كانوا اعلنوا غضبهم من اللجنه المنظمه ان هم تجاهلوا المنتخب التونسي في الفيديو الترويج اللي اتعمل او اتعرض اثناء القرعه ان هم قالوا ان انت ما جبتش تتويج تونس الوحيد اللي هو كانت 2004 على ارضهم لما كسبوا المغرب 2-1 وان هم ان الفيديو عرض جون دخل في تونس ومش عارف جاب يعني جاب برضه جون تاني في تونس يعني مش عارف كان جنوب افريقيا اتغلبوا جنوب افريقيا مش عارف وزامبيا جابت فيهم جون مع ان مثلا كانت تونس كسبت الماتش ده فجابوا الجون اللي جاب في تونس وما جابش الجونين بتاع تونس او ما جابش التتويج. والله يعني هو عايز اقول لك ان هو ايه عشم المحبين يعني طبعا انا لو من لجنه المنظمه طبعا كنت خدت رفعت الكاس بتاعت تونس خصوصا ان هي وحيده لكن في الاول وفي الاخر اكيد مش مقصود يعني احنا هنقلل من تونس ليه بالعكس يعني انا بشوف ان البطوله دي طالما تقام على ارض عربيه فهي فرصه للدول العربيه كلها انها تلاقي اعتقد مؤازره الجمهور يشجع المغرب الجمهور يشجع الجزائر الجمهور يشجع تونس غير ان الجمهور يشجع مصر في يشجع موريتانيا زاد على اللزوم يعني هي خدوها بحسيه ان احنا اكيد اكيد يعني لو هم ما حدش خد باله اصلا ما حدش ياخد باله بس هم ايه هم تتويج حيت طبعا عشم المحبين وكنت اتمنى ان انا لو موجود في لجنه المنظمه هحط طبعا الاسطوره كذا طبعا يمكن تونس كانت احتجت بشكل رسمي الجديد بقى ان الجزائر احتجت يعني بس ما احتجوش بشكل رسمي بدات الصحافه تتكلم يمكن كان في النهارده الصحف الجزائريه اتكلمت على او امبارح من امبارح يعني بيتكلموا ان احنا كمان تجاهلونا وقالوا جابوا الفيديو قال لك ان هو الفيديو عرض
بطولة 88 اللي كنت في المغرب وراح ناطت كده على بطولة 92 اللي كانت السنغال، وتجاهل 90 اللي هي المرة الوحيدة اللي فازت بها الجزائر بالبطولة، ورابح ماجر ورفاقه حملوا الكأس. برضو أنا معاهم برضو، بس في الآخر في الأول في الآخر ده مش أكيد مش مقصود يعني طبعاً طبعاً. ولن يقلل، يمكن كنت لسه بتكلم مع حضرتك إن هو لما يجي يستعرض مثلا دوري أبطال أفريقيا ويتجاهل الأهلي أكيد مش قصده، أو يجيب جون في الأهلي، ده ما قللش من النادي الأهلي كأكبر نادي في أفريقيا أكيد أو الأكثر، فده عشم عشم المحبين. لكن في الأول وفي الآخر اللي بيكلموا عن اللي جاي، طبعا بعيد عن الاحتجاجات دي، اللي بيكلموا عن اللي جاي ان الكلام دلوقتي اكتر ان الترشيحات جايه لصالح المغرب. كان حتى الصحافه المغربيه خد التصريح النهارده من كريستيانو رونالدو ان هو قال انا برشح المغرب للفوز بالبطوله اللي كان في القاهره او في مصر، مهتمين بده اكتر يعني، بيشوفوا فرقتهم هتعمل ايه، مين هيروح فين، يعني الامور العاديه يعني. لكن الاحتجاج ده طبعا عندهم بعض الحق فيه، لكن في الاول وفي الاخر اكيد مش مقصود يعني. كل التقدير والاحترام لكل دول شمال افريقيا، تونس والمغرب والجزائر وكله، وانتوا طبعا في بلدكم الثاني موريتانيا طبعا. سريعا واحنا قبل ما نختم، توقعاتك لمباراه الشامبيونز ليج النهارده، عندك اياكس ويوفنتوس، مانشستر يونايتد وبرشلونه. لا للريمونتادا. مفيش. لا، لان هما الاثنين دول كانوا عملوا ريمونتادا في الدور اللي فات، الدور 16 ده ربع النهائي. الدور اللي قبل كده كان عملوا ريمونتادا، يمكن كان مانشستر يونايتد اتغلب على ارضه 2-0 من باريس سان جيرمان، وراح كسب في فرنسا 3-1 وتاهل في مباراه ما حدش كان يتوقع. يعني يوفنتوس هتصعد. يوفنتوس على حساب اكس اللي عمل ريمونتادا على حساب ريال مدريد، مع ان مانشستر رجعت برضو في المباراه اللي فاتت مع مانشستر رجع واياكس رجع. بس النهارده لا، اعتقد صعبه جدا، خبرات ليفنتوس اتقل وخبرات برشلونه اكبر طبعا. ليفربول وبورتو بكره، وكمان توتنهام ومانشستر سيتي توقع. ليفربول طبعا اتوقع واتمنى يعني اتمنى طبعا طبعا أتوقع. كلنا اكيد كلنا اكيد لا، ليفربول يعني ما نخافش عليه بصراحه، فريق جامد. فريق توتنهام بقى وسيتي، اي حاجه تحصل من الجماعه الانجليزي والفرنسا، اي حاجه اي وارد فريق يكسب 4-0. ما تقدرش تقول السيتي عشان على ارضه، لا، اي حاجه تحصل عند الجماعه الانجليزي بصراحه. الدوري الانجليزي بمثابه كاس عالم كل سنه بصراحه يعني الحقيقة. بصراحه فرق دوري او بطوله رائعه جدا يعني. استاذ محسن لبلوم، انا بشكرك شكرا جزيلا، واستمتعت جدا بوجود حضرتك معنا النهارده. شكرا جزيلا تحت امرك. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.